السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه ردة فعل المغاربة على ملاعب الجزائر. اعتقدوا أنها ملاعب توجد في قطر أو ألمانيا، ولكن إنها الجزائر يا سادة. مهم، قبل ما نبدأ الفيديو، بعدا أول حاجة صاحب القناة طوطو سيمو غتلقاو الرابط ديال القناة ديالو في الوصف، مرحبا بكم عنده، لابد تشجعوه، يستاهل بصراحة. مهم، على أيين، أول حاجة كنعتذر بزاف على هاد الغيبة هادي بصراحة، ولكن راكم عارفين علاش، ودرت لايف وقلت لكم ها مكان. مهم، باش ما نزيدش نطول الفيديو في المقدمة، ما نزيدش نطول عليكم كثر، نساوليش غير اللايك، واللي ما مشتركش معنا في القناة مرحبا بكم كاملين، أي واحد جديد مرحبا بكم، خلوا الآراء ديالكم في التعليقات، ما نزيدش نطول عليكم كثر، نبداو الفيديو. توحشتكم بزاف والله العظيم بزاف، شوف راه والله إلا ولفتكم خوتي، والله إلا ولفتكم ديال بصح، توحشتكم من قلبي بصراحة. المهم نبداو الفيديو. دورتموند نو، هذا قطر. لا هذه قطر. نو، إنها جزائر يا سادة. لا روما. قطر. إسبانيا. لا لا لا، قول أمريكا. أمريكا. لا هذه بصراحة راه الجزائر والله إلا عندهم ملاعب واعرين أخوي. السياسة. السياسة بيناتهم. شفتهم يعني؟ الشعب بيناتهم. أنا بعدا مع الشعب كنهضر مع الدراري، عندنا العائلة تما باخا. اللهم بارك، سمعتي ولا ما سمعتيش؟ ها؟ ما تعرفش عليه. ولا مشيت عندو. ما عرفتش عليه. أي عرض عليك حيت خوك. خوك هذا. بالرجولة أساسا عليه، باش نكونوا واضحين. علاش؟ حيت عندي أنا عائلة جزائرية. السلام عليكم. السلام. كنت زمانة. أي مرحبا. أنا وقت شي تيرانات ديال الكرة وأنت قلع فينا. شوف المغرب. الإعلام للأسف ما كيبيناش هذه الحقيقة. الله يهدي ما خلق، يعني من كلا الطرفين، راه ما نقول لك لا انا مغربي لا جزائري، يعني كل شيء مشارك في شي سكوتلاند. لا عبد الله يهدي ما خلق. سكوتلاندا نو، انا نقولها في قطر. لا قطر. لا هذا دورتموند. نو دورتموند تما تجيش في بالو بان الجزائر، يعني ما تجيش، مستحيل. إذا كتشوف يعني الإعلام ما كيبينش الحقيقة إنجليز ديال أخوتنا، وما كيبين لهم الحقيقة ديالنا بطبيعة الحال. شوف على ملعب يا أخويا، واو ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. شوف اللهم بارك. شوف هذا ماشي ديال كامبل ولا؟ كامبل ولا؟ هاد التيرانات كاينين في الدول العربية. في قطر. نو قطر، هاد الدولة كاينة في الأفريق. اللهم بارك. غيكونوا في المغرب هادو؟ لا ماشي مغرب. لا جزائر. جزائر. الله يا الجزائر، كيفاش جاوك؟ ربي يحفظكم. كنتي تعرفهم كيف الجزائر؟ هادو كاينين في الجزائر. قلت لك شي رساله للشعب الجزائري. اسمع هذا الجزء كيعجبني. انا الخاوه مالنا. اها صافي سدات صافي. ودابا انت اللي تلقيتي مع الجزائري ما تعرفتش عليه؟ تعرض عليه ولا مشيتي عنده؟ ما عرفتش عليه. عرض عليك واخا هذاك الشيء الصراحه، راه النظر على داك الشيء اللي كيقولوا داك الشيء. شاكلو خاوه اللهم بارك. خاوه وما كاين عداو. كيديروا الفتنه بين المغرب والجزائر. شوف دار الزوسو سيو مالك كيديروا سميتو، مواقع التواصل الاجتماعي كيديروا الفتنه بيناتهم بالشعب. براهاش كيكسبوا صافي. كيدير الفتنه هادو اللي كيديروا فيديوهات في الفيسبوك، اما اللي بعقلهم هادوك شوف والله يهديهم، كيكسبوا حوايج زوينين. شكرا لك. كما كتشوفوا في التعليق، هبطوا تقراوا التعليق تشوفوا خوتنا كي دايرين. افكاركم وارائكم وانتقاداتكم وكل شيء مرحبا. الانستغرام ديال سيمو طوطو. السلام. كنت معنا. مرحبا. انا وكشي تصاور ديال التيرانات ديال الكره وانت قلع فين هذولا كاين. واخا. الصوره الاولى. شوف شو اللهم بارك، والله الا زعما الصراحه واعري. لا هذه. يلا. قطار. اللهم بارك. لا ما عرفتش. هذا عجبني بزاف صراحة، هي ما عرفتش من مدينة جاي. هذا خوت لي عرفاش من مدينة، يكتب أنا في التعليق ناخذ أي معلومة بعد. دولة عربية في لافريك. تونس. نو شو اسمها زعما؟ خرجت. مصر. بعد بزاف. الجزائر. يلا قربت عاد بعد. كيف الجو؟ زوانه.
قلت لك شي رساله الشعب الا واعرين بصراحه ما نكذبوش على راسنا هما خوتنا هذا الجزء كيعجبني سمعتوا خوتنا كاين الفرق بيناتنا خوتنا اصحاب الفتنه مساكن كي الفتنه بيناتهم كي يقلبهم مساكن كي يتاكل نطلع هذوكم امراض وما بالسياسه ما عندك ما تقول الله ما ندوش عليهم ما ندوش عليهم خويا شكرا لك الله يحفظك اللهم بارك يعطيكم السلام كيداز معنا مرحبا خلوك شي تصاوب ديال التيرانات قلع فينا دولا كاين بزاف الصورة الأولى فرنسا لا فرنسا نو في كيني بالضبط تقرب لي واحد شوية قلع قلع بلاش البرتغال نو شوف فين كيمشيو بس عرف الفخامة هادي غادي تكون غا بلاش لا ماشي قطر وماشي البرتغال برازيل لا هادي المغرب نو على فكره المغرب ما عندهمش شي ملعب اللي كيتسد كامل لحد الان يمكن راه ما نعرفوش كيديروا ولا لا يعني كيتبناو شي ملاعب جداد ولكن ما عرفوش غادي يديروه مغطي كامل ولا لا تبارك الله ولكن الجزائر فيها قلت لك شي كلمه على الشعب الجزائري بعد انا سي خويا اش نقول لك الجزائر بالرجوله اساسا عليه باش تكون واضح كلمه حق شفت عندي انا عائله جزائريه اللهم بارك اللهم بارك الجزائريه كندوي انا وياهم عادي كنت لقى الجزائري كندوي انا وياه عادي بخير هذيك اللعيبه ديال الحيق وكذا راه كيكذبوا على بناتهم وصافي كاين والو ها الكذوب داك الشيء ديال الكذوب السوشيال ميديا حتى كتزاير كاع على المغرب هكا حتى المغرب كتسفل زعما ما كاينش كلام معقول صراحه اش بان لكم واحد كتقول لي خوت كامله طول التعاليق كتقول لك الجزائر كتفرح واحد الجزائري كتقول لك المغرب تيفرح تقول كافين كذا فهمت علاش كدوي نفس اللغه وكتفهموا كيفاش كتحس بخوت خير ما كاين لا مضاربه لا والو كل هذوك اللي كيديروا الفتنه هذوك كيديروا الفتنه كنقول لهم الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم السلام عليكم وعليكم السلام كنت سمعنا ممكن انا شي تصاور ديال التيرانات ديال الكره وتقلع فينا دولا كاين اوكي التصاور الاول ديما الخوت خاوه خاوه كتبوها في التعاليق ما كاين لا عدا ولا والو ضد فيهم الشعوب حنا خاطينا السياسه كنهضروا على الخوت بيناتهم سالينا حتى واحد هذا اسبانيا انا كنعرف حاجه وحده هي خويا صافي راه هو اللي كان هذا هو اللي دوز هو هذا حنا المسلمين كاملين خوت جمعنا الاسلام جمعنا اللغه جمعنا كل شيء كنتشابهوا في كل شيء الحمد لله ما كانش شي فرق هي السنغال السنغال لا الله يهدي ما خلقوا صافي دوله عربيه دوله عربيه نعم هذه دوله عربيه ما صدقش دوزات قطر مونديال قطر لا شوف هذه الدوله كاينه في افريقيا كاين في افريقيا مصر لا دوله عربيه الجزائر دوسو جابها هو هيك الجزائر بعدا الجزائر كيفاش ها كيفاش ما عرفتهمش بعدا قلت لك شي رساله ما عرفتش في الاول بعدا السياسه نوجه لهم رساله شكر بخصوص اللي شجعوا معنا المنتخب ديالنا في مونديال بزاف اللي شجعوا بصراحه كنشكركم بزاف من هذا المنبر شكون هذوك اللي كيديروا الفتنه بيناتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الله يهديهم امين الله يهديهم كلمه تجمع كل شيء الله يهدي الجميع كنت سمعنا ها يا اخي مش نوك شي تصاور ديال التيرانات وانت تقلع فينا دولا كاين مرحبا التصاور الاول هادي لا ماش شي دولا جاتك في بالك الكره قولوا بيريك امريكان لا هادي هادي لا ما عارف ايش هادي سلاماش هذا الملعب سهله معايا انا بصراحه خوتي كتبوا لنا فين كاينه شمن مدينه في الجزائر هي هذه ولا جاتك بالك قول انا ايطاليا لا ايطاليا لا ايطاليا لا هذه ما عرفتش شوف مباري العربيه ودوله كاينه في افريقيا العربيه وفي افريقيا السنغال العربيه كاين ربعه واحدة فيهم قريبة لينا قريبة لينا اللهم مقاش بلاش نفكر قالوا قريبة لينا شكون اللي حداك حداك البحر وحداك الجهة الأخرى خوتك تقالت ها
الجزائر هي جوج حنا في بريطانيا موريتانيا بريطانيا كان موريتانيا وكان الجزائر كيبغيوني مي هذوك اللي ما كيبغوناش الله هما في هذاك الشيء اللي كنقول لهم كنبغيوكم لك شتو كتبغون هذوك اللي كيبغونا صافي ما جا البركه اللي كيحبونا كنحبهم كنموتوا عليهم واللي ما كيحبوناش ربي يهديهم حتى خويا حتى انا معاهم مع هذوك اللي كيديروا الفتنه ولكن حتى هذوك اللي كيبغونا مرحبا بهم عندنا فهمتي هذوك اللي كيديروا الفتنه هذا واحد من هذوك اللي كيديروا الفتنه ربي يهديك خويا الله يهديك وكيف مواقع التواصل راك عارفين يعني بنادم مرحبا خويا نوريك شي تصاور ديال التيران كي ما كي كاع ما يدار سبحان الله العظيم كيبقى يصير على الفتنه ما يهديش ديما خلق اصلا عارف اش انا هذاك شغادي تحاسب عليه غدا يوم القيامه هادي راه كتحرض ما بين خوتك اسم هادي خطا لا روما قطار قال له لا خو ما عنديش مع كره عطيني تير انا دي الباسكيت نعطيك كره اها سير دابا كمل غنقلع بصراحه انا ما عنديش مع كره لندن يعني واخا كون جاني انا ما نعرفهمش يعني بصراحه زعما كان داك الشيء ما كنتبعوش ديال الكره هذيك مسائل الا كان نيويورك نيويورك لا شو هاد الصور كاملين كاينين في دول حدود العربيه انا وياه قطر ماشي قطر نو الدولة كاينة في لافري في لافري امارات لا كاينة في افريقيا الدول الجزائر ايه الجزائر اللهم بارك فهران واحد منهم فهران ملي كاين راه كاين بزاف المدن اول مره يمكن تشوفها تصاور قلت لك شي رساله للشعب الجزائري بعيد عن السياسه الشعب الجزائري خوتنا الجزائر ها رجوله في شكل خوتنا الجزائر خوتنا خوتنا شوف السياسه بيناتهم الشعب بيناتهم انا بعدا مع الشعب كنهضر مع الدراري عندنا العائله تما صافي سدات مدام كما كنقولوا شي اللي بغينا صافي السياسه دبرات بيناتهم اش تقول لهذوك انا ما شغليش فيهم انا كنهضر على خوتي الشعب البراش هذا قول لي فلوس ما باقي باقي عقلو باين شي كلمه تقول لهم زعما ديروا عقلكم الدراري اصاحبي ديروا عقلكم ما نقولش شي كلمه من ذاك ولكن بنادم يخدم عقلو وما يكونش يعني غير كيكتب راه خصك تعرف العواقب ديال داكشي اللي كتكتب راه ديك الكتابه اللي كتكتب راه غدا يوم القيامه غتحاسب عليها اي واحد قراها واي واحد كذا راه تتحاسب عليه وغتدي الذنوب ديالو لانك ظلمت بزاف ديال الناس وكتظلم شعب كامل يعني يمكن الطرفين راه كتحكم على شعب كامل من خلال واحد ربما تقدر واحد يكون عقله مزيان انت تكتب واحد التعليق ديالك ولا واحد الكومونتير ولا واحد التعليق ولا واحد الكومونتير تكتب واحد التعليق ولا واحد المنشور وداك السيدة تقدر تخربق له يعني يولي حتى هو يكره مثلا المغاربة ولا الجزائريين وتكون انت السبب وغدا غتحاسب يوم القيامة يقول لك انك انت فرقت ما بين خوتك المسلمين من خلال منشور اي والله يهدي ما خلق هادشي اللي نقولوا خوتي والله الا توحشتكم بزاف بزاف الصراحة واخا مازال ما واجدش والله العظيم مازال ما واجدش واخا هكا قلت ندير هاد الفيديو هذا حيت راني بصراحة توحشتكم داكشي علاش درنا هاد الفيديو فيديو صغير زوين ظريف نتاع خونا سيمو طوطو سيمو المهم القناة ديالو تلقاوها في الوصف دخلوا مرحبا بكم عنده لأنه يستاهل هادشي اللي كان أخوتي نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر بصراحة ما كنسخاش بكم ولكن هادشي ما عطر الله ما عندك ما دير استودعكم الله اشتركوا في القناة لايك استودعكم الله والسلام عليكم.